إصابته برصاصة مطاطية في الرأس وهو في قسم كورونا بعد أن تبين أنه مصاب بفيروس كورونا وحالته مستقرة وهو فاقد للوعي وطبعا تحت التنفس الاصطناعي. هذه المتابعة مستمرة وعلى بركة الله نبدأ هذه الموجة. طبعا يشارك معنا سادتي الأفاضل متابعين الكرام في هذه الموجة المفتوحة والخاصة عدد من الإذاعات المحلية في الوطن وأيضا يشارك معنا عدد من الوكالات الإخبارية في هذه الموجة الخاصة التي بالتأكيد نتابعها. نرحب بالإذاعات الشريكة معنا: إذاعة الخليل، إذاعة عروبة، إذاعة بيت لحم 2000، إذاعة حياة في نابلس، نساء اف ام في رام الله، منبر القدس في الخليل، إذاعة نغم في قلقيلية، أيضا معنا وكالة جي ميديا، شبكة قدس لايف، أيضا صفحة مدينة دورة سيتي، صفحة دورة أجمل بروفايل ميديا وغيرها بالتأكيد من الصفحات التي طبعا تشارك معنا بالتأكيد هذه الموجة المفتوحة وهذه المتابعة المستمرة والمتواصلة لطبعا الأحداث الدائرة في النقب للوقوف عند تداعيات كل تلك الأحداث إن شاء الله. ابقي عالدائر يا بلدي، مزروع مشتوغار عالبرج العالي، طلوا الخيالي وسيوف تلالي وشمسك ما تغيب. معركة قانونية سادتي الأفاضل متابعين الكرام دارت رحاها منذ صباح الجمعة وحتى الرابعة بالتوقيت المحلي في محاكم الصلح بمدينة بئر السبع بين المحامين العرب والشرطة الإسرائيلية والقضاء وفقا لما أفاد به المحامون العرب، حيث قام كل من المحامين من جهة والشرطة من جهة أخرى بالاستئناف على قرار يصدره القضاء في 3 قاعات مختلفة في دار القضاء بمدينة بئر السبع في 35 جلسة منفصلة عقب أحداث المظاهرة على مفرق قرية سعوة والتي اشتعلت بعدما قامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز والهلع على المتظاهرين السلميين بهدف طبعا تفريقهم. يبدو أن المحكمة من خلال تفاهمات داخلية بين القضاة توصلت إلى قرار بالإفراج عن القاصرين وتمديد اعتقال البالغين، بينما قدمت الشرطة استئنافا على قرار الإفراج عن القاصرين في وقت سابق استأنف المحامون العرب قرار اعتقال البالغين، ومن المقرر أن يتم هذا اليوم وغدا وبعد غد التداول في قضايا المعتقلين المتبقين. حكم الظالم لا ميتوم، هي عمود البيت اشتد، شد رواق البيت وقوم، لا ما نترك هذه الأرض. حكم الظالم لا ميتوم، اشتد 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 اشتد، يبا والناقب يعرفنا رجال، ما نقبل بالدانية ما نقبل بالدانية، يبا منا الفارس والخيال، خيال المعناقية خيال المعناقية، يابا والناقب يعرفنا رجال، ما نقبل بالدانية. في هذه الموجة سادتي الأفاضل متابعينا الكرام عدد من الشخصيات الاعتبارية في النقب سيكون طبعا ضيوفا معنا للحديث والمتابعة في طبعا أحداث النقب التي تتابع منذ أيام. في هذه الموجة سنتحدث مع رئيس القائمة المشتركة
الأستاذ أيمن عودة. سيكون معنا أيضا الأستاذ عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. سنتحدث مع رئيس الحزب الديمقراطي العربي ورئيس لجنة مكافحة العنف المحامي طلبة صانع. سنتحدث أيضا مع محامي دفاع عن بعض المعتقلين المحامي إشحادة بن بري، وأيضا مراسل صحيفة كل العرب الزميل الصحفي ياسر العقبي سيكون ضيفا معنا إن شاء الله للمتابعة في تفاصيل وحيثيات وتداعيات تلك الأحداث الهامة التي بالتأكيد نتابعها على الهواء مباشرة. تشهد أرض العراقي بجمل المحامي الحنان، بتراب القدس يا الحبيب للنقب عط روح النام. تشهد أرض العراقي بجمل المحامي الحنان، إذن هذه المتابعة مستمرة ومتواصلة. أذكر إلى أن هذه الموجة الخاصة تأتيكم عبر صوت النقب الموجة 101 FM وبالشراكة والتعاون مع عدد من الوكالات الإخبارية والإذاعات المحلية. أذكر من جديد يشارك معنا في هذا البث إذاعة بيت لحم 2000، إذاعة اليمامة، إذاعة عروبة، إذاعة الخليل، إذاعة حياة في نابلس، نساء اف ام في رام الله، منبر القدس، وإذاعة نغم في قلقيليا، وكالة جيميديا للأنباء، قدس لايف أيضا، وصفحة مدينة دورة سيتي، صفحة دورة أجمل، وصفحات إخبارية أخرى. بالتأكيد تتابع معنا هذه الموجة الخاصة التي نخصصها للحديث حول ما يجري من أحداث في النقب الحبيب. يا النقب لو هدوا البيت كل نوبة لرجع وبني، يشهد الله ما زليت بيتي والله ما خلي، باقي مطرح ما تربيت حقي ما نفرط فيه، باقي مطرح ما تربيت حقي ما نفرط فيه. اوقف يا عمود البيت شد رواق البيت وقول. طيب لازلنا نتابع بالتأكيد وعلى الهواء مباشرة، وبعد قليل إن شاء الله سنبدأ نقاشنا وحوارنا مع ضيوفنا الذين سنتابع معهم عن قرب أكثر أبرز وأهم التطورات المتلاحقة التي نتابعها في النقب الحبيب. المواجهات تجددت في قرية تل السبع، حيث تجددت المواجهات مساء أمس، والحديث يدور عن مواجهات في تل السبع وتخللها إضرام نيران في إطارات، وذلك على خلفية الهجمة الشرسة التي يتعرض لها النقب من قبل السلطات الإسرائيلية، والتي تسعى لسلب ما تبقى من الأراضي لعرب النقب، متمثلة بقيام القوات بجرائم تجريف الأرض في منطقة النقع بئر السبع. تستمر المواجهات لليوم الثالث على التوالي بين شبان والشرطة في بلدة تل السبع بطبعا النقب الحبيب. تراب القدس يا الحبيب لنا قبعة روحنا، تشهد أرض العراقي بجمل المحامي الحنا، تراب القدس يا الحبيب لنا قبعة روحنا. انضمت لنا إذاعة علم من جامعة الخليل أيضا لهذا البث المشترك، حيث نرحب بهم ونرحب بالتأكيد بكل الإذاعات الزميلة الشريكة معنا في هذا البث، ونرحب كذلك أيضا بالوكالات الإخبارية المنضمة لنا في هذا البث وفي هذه التغطية. لا ما نتركها للأرض حكم الظالم لا ما يدوم. كما
ذكرنا فيما يتعلق بالمعتقلين، ما تم رصده حتى هذه اللحظة أكثر من 132 معتقل تم اعتقالهم منذ أن بدأت الأحداث في النقب، أفرج عن جزء منهم، والحديث يدور بالتأكيد عن معركة قانونية مستمرة ومتواصلة ما بين المحامين العرب والشرطة والقضاء من أجل الإفراج عن ما تبقى من طبعا الذين تم اعتقالهم في هذه الموجة وفي الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة ومتواصلة بالتأكيد في النقب. طبعا نكبة النقب لن تمر، كان هذا عنوان لوقفة احتجاجية في أم الفحم، حيث نظم مساء أمس وقفة تضامنية مع النقب في مدخل مدينة أم الفحم، وذلك احتجاجا على تجريف مئات الظلمات من الأراضي في قرى الأطرش وسعوة والرويس ومن قبل ما تسمى أيضا بكيامة إسرائيل الصندوق الدائم لإسرائيل كيكال، والاعتداء البوليسي على الأهالي وما رافقه أيضا من اعتقالات وإصابات. جاءت الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات نظمت في عدد من البلدات في المجتمع العربي نصرة للنقب وأهل النقب. المتظاهرون رفعوا لافتات إسنادا لأهالي النقب، كتب على بعض منها ارفعوا أيديكم عن النقب ونكبة النقب لن تمر، بالإضافة إلى إطلاق هتافات تضامنية. شهد النقب ومنطقة النقع تحديدا في الأيام الأخيرة عمليات تجريف للأراضي تمهيدا لتحريشها ومصادرتها، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين قوات الشرطة والأهالي تصديا لعمليات التجريف، ما أسفر عن إصابات وتنفيذ حملة اعتقالات طالت أكثر من 130 شخصا. وفرقت الشرطة بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل الدموع مظاهرة قطرية حاشدة في مفرق سعوة الأطرش في النقب، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية واعتقالات واقتحامات للمنازل وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم. هذا في إطار المتابعة الميدانية لأحداث النقب بتداعياتها وإحداثياتها المتطورة والمتتالية. إذن لازلنا نتابع وعلى الهواء مباشرة في هذه الموجة الخاصة والتي تأتيكم تحت رعاية وزارة الإعلام الفلسطينية وبتنظيم من إذاعة صوت النقب بالشراكة والتعاون مع عدد من الإذاعات المحلية الزميلة والوكالات الإخبارية. نرحب بهم جميعا، إذاعة علم من جامعة الخليل، إذاعة بيت لحم 2000، إذاعة اليمامة، إذاعة عروبة، إذاعة الخليل، إذاعة حياة في نابلس، نساء اف ام في رام الله، منبر القدس، وإذاعة نغم من قلقيلية. نرحب بوكالة جي ميديا، بقدس لايف، بصفحة مدينة دورا سيتي، صفحة دورا أجمل، صفحة بروفايل ميديا وغيرها بالتأكيد من الصفحات المشاركة في هذا البث المباشر وفي هذه التغطية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة. We'll be right back.
نذكر متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، شبكة عروبة أيضا نرحب بهم، شبكة الخليل كذلك الأمر نرحب بهم أيضا، هوانا سوشيال عبر الفيسبوك كذلك الأمر نرحب بهم أيضا، صفحة القدس كذلك الأمر نرحب بهم وبكل من هم معنا على المتابعة في هذا البث المشترك بهذه اللحظات. أذكر رئيس القائمة المشتركة الأستاذ أيمن عودة سيكون معنا، عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، المحامي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي ورئيس لجنة مكافحة العنف المحامي شحادة بن بري، محامي دفاع عن بعض المعتقلين، والصحفي ياسر العقبي مراسل صحيفة كل العرب من الداخل الفلسطيني، نتابع معه كافة التفاصيل إن شاء الله. ينضم إلينا أول ضيف بالتأكيد في هذه الموجة الخاصة وعلى الهواء مباشرة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي في هذه اللحظات الأستاذ عطية الأعسم وهو رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. أستاذ عطية عبر صوت النقب وإذاعات ووكالات شريكة، نرحب بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات. نعم، يعني النقب في حالة مواجهة منذ أيام، سؤالي الأول أولا كيف يبدو المشهد هذا الصباح بعد أيام عجاف مرت على النقب، وإلى أين تسير الأمور في اعتقادكم؟ تفضل. أنا في اعتقادي الأمور الآن تسير إلى الهدوء، نحو الهدوء. نعم. مدام يعني إن السبب الذي تحركت من أجله ولمنعه الجماهير العربية في النقب يعني هذا السبب زال الآن ولو يعني مؤقتا لكن نامل أن يزول إلى الأبد إن شاء الله. فإذا رجع هذا السبب أكيد ستكون وقفة جماهيرية كبيرة جدا وحاسدة جدا. والآن الأمور يعني تتجه نحو الهدوء نوعا ما. نعم، طيب يعني أن يعود النقب للمواجهة بهذا الشكل بهذه الطريقة بهذه الوحدة أيضا، هل تعتقد أن لذلك دلالات؟ يعني يائير لبيد وزير خارجية إسرائيل بالأمس يقول يعني سنوقف عملية التشجير والتجريف، لم يأتي ذلك من فراغ أستاذ عطية، واضح أن شارع النقباوي غير المعادلة. أكيد أن الشارع النقباوي بوقوفه الموحد وبوقوفه مع بعضه البعض ووقوفه وتحديده للهدف الذي يريد أن يصل إليه هو الذي يعني غير المعادلة، فعلا غير المعادلة، وأصبحت الدولة يعني تحسب حساب السلطات الإسرائيلية لهذا الموقف، لأنما عندما نكون موحدين ونقف مع بعضنا البعض نكون قوة، وعندما نتفرق ويدخل من يريد أن يخرب هذه الوحدة حتما سيدخل الضعف مع هذا الأمر. نعم، طيب فيما يتعلق بالنخبة والقيادة التي تقود الشارع في النقب، ما المطلوب منها اليوم في اعتقادك؟ هل كل ما قدم خلال الفترة الماضية هل هذا كل ما يمكن تقديمه للنقب، أم بالإمكان أن يكون هنالك ضغط أكثر وأكبر لتحقيق أهداف يسعى النقبويون إلى تحقيقها؟ أكيد هنالك إمكانيات إن ارتفاع يعني وتيرة الضغط، وأنا أقول يعني عندما تكون يكون الضغط من الحقل، يكون الضغط من الجماهير ويكون ضغط سياسي يجتمع مع بعضه البعض فيحقق المطالب المرجوة. والمطلوب طبعا في هذه الفترة هو عدم المناكفات الحزبية، لأن المناكفات الحزبية قد تسبب لنا خلاف وتسبب لنا ضعف، ونحن يعني نتوجه لكل نشطاء الأحزاب سواء الموحدة أو المشتركة أن يكفوا عن اتهامات بعضهم البعض، لأن هذا ليس في صالح قضيتنا.
نعم. طيب بالأمس أستاذ عطية كانت ليلة حافلة، متطرفين وصلوا إلى سعوة أطلقوا النار على الناس، أرعبوا السكان، هل ستكون في اعتقادك سعوة عرضة لهجمات المتطرفين والشرطة، سيما أيضا كان هناك مستعربين بالليل لاستكمال الاعتقالات؟ نعم، يعني هم أدخلوا المستعربين الآن إلى منطقة النكبة، كانت المستعربين في الضفة والمحتلة وفي غزة، والآن يعني دخلوا المستعربين إلى داخل النكبة من أجل الاعتقال وملاحقة الشبان والأهل في منطقة النكبة. لكن قضية يعني المتطرفين اليهود، ونحن نحمل الحكومة والشرطة المسؤولية التامة عن دخولهم إلى هذه المناطق وعن الأعمال التي تقوم بها، فالواجب على الشرطة أن تعتقلهم وأن تمنعهم، لأن ذلك سيؤجج الأجواء في هذه المنطقة، وربما نصل إلى قضية لا يحمد عقباها يعني. نعم. طيب يعني سؤال الأخير لحضرتك أستاذ عطية، ما المطلوب اليوم ليتم استكمال على الأقل مرحلة جديدة بدأها النقب، باتت ملامحها واضحة في الثلاث أربع أيام الماضية، تفضل. طبعا المطلوب هو مواصلة النضال، والنضال يجب أن يكون يعني بحكمة، ويجب أن يكون بدراية للهدف، ولذلك نحن يعني اليوم لدينا لقاء لمنطقة النكع كلها، ومنطقة النكع تقريبا يسكنها ما يقارب 30,000 مواطن. اليوم هنالك لقاء من أجل إعداد الخطوات القادمة لهذه المنطقة، ونعمل إن شاء الله أن تتكلل هذه الخطوات بالنجاح. لأن الوحدة هي الأساس، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويد الله مع الجماعة. ونحن إن شاء الله يعني نوجه نداء للأهل، وهم أيضا فعلا يعني يقفون مع بعضهم البعض، لكن نريد المزيد من التكاتف والمزيد من الوحدة. نعم. يعني سؤالي الأخير، أنت قلت خطوات قادمة، هل لك على الأقل يعني أن يعني توضح لنا طبيعة هذه الخطوات على الأقل، شكلها كيف ستكون؟ نعم، يعني هذه الخطوات ستحدد اليوم، وأولا سيعني ندرس نتائج ما كانت في الأيام القادمة، الجوانب الإيجابية، وكيف وقف الناس معنا، وندرس الخطوات القادمة، لأن احنا يجب أن نكون على استعداد لكل حالة طارئة، لكن هو رص الصفوف إن شاء الله، والمطالبة بالاعتراف وتقديم برنامج مفصل للدولة للسلطات من أجل الاعتراف وكيفية الاعتراف الذي نريد. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عطية لاسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، أشكرك على كل ما تفضلت به من تفاصيل، صباح الخير. للقابضين على التراب من أجل التراب، للرافعين الكفة في وجه الخراب، للصامدين بيوتهم تعصى على الأغراب، للنابضين خيامهم كالنور من وسط الضباب، للرافعين الرأس فأسا في وجه الكلاب، على حبال خيامهم عزائم تخشى تهاب، على حجار بيوتهم كتبوا لا نخشى الصعاب، للرافعين جباههم تسمو علوا كالسحاب، للراسخات جذورهم تغدو عميقا في التراب، لمن يصنعون المجد من وسط الدنهر، لمن يحولون ركام بيوتهم شارات عز وانتصار. يواجهون بابتسامات أطفالهم قنابل من غاز ونار، لا تحنوا جباهكم يا أبي، هذه وصايا تناقلها الصغار، هنا ولدنا وهنا سنموت، سجل في العراقيب جيلا بعد جيل ودارا بعد دار. إذن هذه المتابعة مستمرة ومتواصلة سادتي الأفاضل المتابعين الكرام، في موجة خاصة خصصناها لمتابعة أحداث النقب بالشراكة مع عدد من الإذاعات المحلية والوكالات الإخبارية الذين
بالتأكيد نرحب بهم من يشاركون معنا بالتأكيد في هذا البث المباشر. وكالة جيميديا، قدس لايف، إذاعة اليمامة، إذاعة علم من جامعة الخليل، إذاعة بيت لحم 2000 من بيت لحم، إذاعة وشبكة عروبة، إذاعة وشبكة الخليل، إذاعة حياة في نابلس، نساء اف ام في رام الله، منبر القدس، إذاعة نغم في قلقيلية، صفحة مدينة دورة، صفحة دورة أجمل، صفحة بروفايل ميديا. وبالتأكيد الاحترام والتقدير موصول لكل وسائل الإعلام الشريكة التي تشارك معنا بالتأكيد في هذا البث المباشر. طبعا هذا البث يأتيكم برعاية وزارة الإعلام الفلسطينية التي بالتأكيد رعت وتابعت هذه الموجة ونسقت لها بالتعاون مع إذاعة النقب لنقل صوت النقب، لنقل صورة ومشهد الحدث في النقب قبل سنوات، على الأقل ما يبشر بخير. قبل سنوات لم يكن للنقب صوت، ولم يكن للنقب عين، ولم يكن للنقب سند وناقل لما يجري من أحداث في النقب الحبيب. اليوم للنقب صوت، اليوم للنقب عدسة تنقل وترصد. اليوم هنالك اللافت للانتباه في الهجمة الأخيرة على النقب أن الإعلام العربي والدولي والمحلي يسلط الضوء أكثر، طواقم إعلامية بالعشرات كانت موجودة في النقب لتنقل الصورة والمشهد. هذه البقعة الجغرافية الأصيلة المتأصلة من هذا الوطن الذي يحاول وحاول الاحتلال جاهدا أن ينسينا هذه البقعة الجغرافية وأن يسلخنا عن موروثنا التراثي والفكري والثقافي مع أهلنا في النقب. هذه الأحداث جاءت متابعينا الكرام مشاهدينا الأفاضل لتؤكد أن الشعب وحدة واحدة، الداخل والخارج، النقب والضفة وغزة والقدس. إذا ما استصرخت القدس بنداء تستجيب النقب وتل السبع، إذا ما استصرخت جنين ترد عليها الخليل. وهذا ما أثبتته على الأقل الأحداث التي نتابعها خلال الفترة الماضية. جميعنا تابع الأحداث التي حدثت في غزة والقدس في أيار المنصر من العام الذي انقضى، كيف بالفعل كان الداخل برجاله بنسائه بشيبه بشبانه وقف وقفة مشرفة مع القدس ومع غزة. وهذا ما يحدث في النقب اليوم لنؤكد مرة أخرى أن هذا الوطن واحد موحد، لا تقطعه لا حواجز ولا معابر ولا مخططات رامية إلى سلخ هذا الشعب وهذا الوطن عن هويته الفلسطينية العربية الأصيلة. يا حذار الرجال في قطة الاحتلال، يا حذار الرجال في قطة الاحتلال، سلوا سيوف القتال واحموها الرحالة إلى بير السبع، شدوها شدوها إلى عروس البوادي والنقب، لاقوها لاقوها. هذه المتابعة مستمرة ومتواصلة لتسليط الضوء أكثر على الأقل حول حول ما بعد مخطط التجريف وما بعد مخطط التحريش. نحن لا نتحدث، وإن كان الأمر في ظاهره تحريش وتجريف، الأمر في فحواه وفي صلبه أعمق وأبعد من ذلك عندما يتعلق الحديث بالوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. هنالك محاولات مستمرة ومتواصلة لإقامة مستوطنات على أراضي النقب أيضا. هنالك اليوم مخططات وقوانين تطرح داخل أروقة الكنيسة الإسرائيلي للسيطرة على الأرض الفلسطينية وإقامة مستوطنات مكانها. هذا كله بالتأكيد أتابعه من خلال الحديث مع الزميل الصحفي ياسر العقبي من النقب. أخي ياسر، عبر صوت النقب وإذاعات ووكالات شريكة، نرحب بك، أهلا وسهلا. أهلا بكم، صباح الخير لك ولكافة المستمعين
المتابعين. أهلا بك. كنت أتحدث أن الأمر في ظاهره تجريف وتحريش، لكن في عمقه وفي صلبه أبعد من ذلك. أنت المتابع عن قرب أكثر، ما الهدف من كل ما يحدث في النقب ياسر؟ نعم، الهدف أولا يعني عمليات تطويع العرب النقب و ملائمة هؤلاء الناس لعمليات التطبيع التي تتم يعني مع الدول العربية عامة. يعني حقيقة يعني أنا بقول إنه هذا الهدف يعني هو مبطن من وراء الكواليس. تم خلال سنوات عديدة محاولة يعني وضع المواطن النقباوي في تحت ظل أو تحت لائحة اتهام أنه غازي للأرض، يعني هكذا تعتبره يعتبره الإعلام الصهيوني والرسمي، غازي للأرض يسيطر عليها، وبالتالي يعني علينا أن يعني نتعامل معه بهذا هذه الكيفية. يعني هذا هو العنوان العريض لهذه القضية، ولكن طبعا هناك عناوين أخرى تحت ظل هذه الهجمة على نقع بئر السبع، ما يسمى بنقع بئر السبع. عناوين أخرى طبعا بدأت في السنوات الأخيرة، ولكن لاحظناها بقوة منذ أحداث أيار، هبة أيار الماضية، وحتى هذه الأثناء. طيب بالأمس كان هناك حديث يعني عن مواجهات، كان هناك حديث عن مستعربين، لازالت التخوفات قائمة ياسر، أليس كذلك؟ يعني لا نستطيع القول أن الأمور هدأت، وإن كان هناك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين يتحدثون عن وقف عمليات التجريف والتحريش. ميدانيا ياسر، إلى أين تسير الأمور؟ خلينا نحكي بصورة واضحة جدا، غالبية من يخرجوا للمواجهات مع الشرطة من كافة أنحاء النقب، وأنا بحكي عن أيضا عن تل السبع وشقيب السلام، وأيضا أنبطين، منطقة أنبطين ورهط في اليومين الأولين على الأقل، غالبيتهم من الفتية تحت السن القانوني الجنائي، ما يسمى بالسن القانوني الجنائي. يعني نحن نتحدث عن أعمار 10-11 لحد 14، وأحيانا يقودون الجيل الأكبر منهم 15-16 لحد العشرينات. فبالتالي يعني أنا متابع لقضية المحاكم في الأيام الأخيرة، ولاحظنا جيدا انه من يعني يقف في الصد الواحد الاول في الخط المواجهه الاول هو بالفعل من او هم بالفعل اطفال في السن تحت القانوني من ناحيه جنائيه. وبالتالي التعامل مع هذه الاحداث، خاصه يوم المظاهرة التي تم تنظيمها على مدخل قرية سعوة في النقب، كان التعامل نريد أن يعني بين هلالين يعني نعلم الأطفال من خلال الكبار كيف يجب أن نتعامل معهم في المستقبل، يعني لردع هؤلاء الأطفال. هذا يعني هذا كان واضح جداً لكل من تواجد في الساحة. أنا سمعتها يعني على في البث الحي المباشر عبر كمان صفحتي على الفيسبوك، وأيضا على راديو الناس، ساحة حرب. يعني بالفعل كانت ساحة حرب واضحة جدا وجلية لكل من يعني شاهد ووصل وشارك، حتى من المتضامنين اليهود، من المتضامنين اليهود الذين وصلوا بالفعل حتى من عراد ومن مناطق أخرى من أجل الوقوف إلى جانب عرب النقب في قضيتهم
الـ يعني الـ الـ أول شيء الحقيقي الصادقة والعادلة الدفاع عن الأرض ودفاع عن ما تبقى من أراضيهم. يعني عرب النقب يحاولون في هذه الأثناء أن يحافظوا على 3% التي بقيت من أراضيهم التاريخية من أرض النقب. ونحن نتحدث عن مناطق يعني ليست كبيرة نسبة لمساحة النقب التي تصل إلى نحو 12 مليون دونم. طبعا من هذه المساحة هناك 300 ألف دونم أرض اللي يجلس عليها عرب النقب، ويريدون أيضا 2% المتبقية، يعني ما يستطيعون أن يحصلوا عليه. نعم. علما أنه عرب النقب يعني البدو كانوا مع في بداية التسجيل الملكية في السنوات السبعينات من القرن الماضي توصلوا أو توجهوا بصورة يعني واضحة إلى السلطات الإسرائيلية بعد أن طلبوا بذلك، وقاموا بتسجيل أراضيهم على في دائرة التسوية من أجل يعني الاعتراف بها. نعم. هذا هو المطلب الأساسي، وبالتالي العملية خروج هؤلاء الأطفال هو يعني هم يصارعون ويناضلون من أجل مستقبلهم، من أجل مكان سكن لهم في المستقبل. لو فرضنا يعني كل 10 سنوات عرب النقب يضاعفون عددهم بصورة يعني يعني بصورة معروفة، بعد 10 سنوات أو 15 سنة من الآن نتحدث عن 2040، 20 سنة مثلا، سيكون عدد العرب النقب على الأقل 600 ألف. نعم. نعم. وبالتالي سيبقى لكل شخص منهم حسب مخططات السلطات الإسرائيلية سيبقى لكل شخص منهم بعد 20 سنة، وأنا لا أتحدث عن لا بنى تحتية ولا مساجد ولا حتى شوارع ولا أبنية، أنا أتحدث عن كل واحد منهم بدون التخطيط الآخر نصف دنم للسكن. نعم. وبالتالي هذا المحاولات الحثيثة من قبل السلطات الإسرائيلية من أجل يعني إقناع بين قوسين وبين هلالين، إقناع عرب النقب البدو بالسكن في مباني سكنية وهو بعيد كل البعد عن يعني حياتهم التقليدية المعروفة. نعم. عرب النقب عنده طيب. ياسر مواشي ونعم. نعم. السؤال الأخير لك وفي دقيقتين لو سمحت، لأنه يعني معنا ضيوف آخرين في هذه الموجة. إعلاميا كصحفي كيف تتابع التغطية الإعلامية لما يجري من أحداث في النقب؟ دعنا نكون صريحين أكثر مع أنفسنا ياسر، يعني قبل 7-8 سنوات ما كان فيها التغطية الإعلامية اللي لازم تكون للنقب. اليوم كل الإعلام بغطي، اليوم الإعلام العربي، الإعلام الدولي، الإعلام المحلي، كيف تشوف التغطية الإعلامية للأحداث اللي بتصير بالنقب؟ وبدقيقتين لو سمحت. الحقيقة نعم، الحقيقة يعني أنا أريد أن أثمن غاليا كافة الإعلاميين العرب الذين وصلوا من كافة أنحاء البلاد من أجل تغطية هذه الأحداث الأخيرة في النقب، طبعا ضمن عملهم أيضا ميدانيا وضمن عملهم بوسائل الإعلام المختلفة. القضية هي أنه اليوم أنت في عالم وسائل التواصل الاجتماعي حولت كل بقعة في الأرض من أقصاها إلى أقصاها إلى يعني قرية أو مدينة واحدة. نعم. من ناحية إعلامية يعني أنت الآن تستطيع من مكان عملك أن تفتح موجة على الفيسبوك أو التويتر أو أي وسيلة إعلام أخرى، تيك توك، وتقوم ببث بحي مباشر ماذا يجري حولك. وبالتالي يعني هي منطقة النقب هي منطقة ملتهبة، وهي ما تبقى يعني من إمكانيات النضال الشعبي الجماهيري للعرب بسرعة في الداخل، لأن الجليل والمثلث يعني نحن نعلم جيدا أنهم يعني يتم تضييق عليهم، وحتى أهلنا في الساحل والجليل والمثلث
وفي حتى وفي القدس يقولون انه اذا تنازلتم عن هذه القضية هذه الأرض هذه القضية العادلة عالميا ليس محليا فقط فأنتوا ستخسرون يعني في المدى البعيد. فهناك أشخاص أيضا ينقلون الصورة بصورة ممتازة جيدة للعالم في الخارج وللعالم العربي أيضا، وهذا مهم جدا لنقل الصورة. يعني أنا لم أتوقع أنه يكون في الصفحة الأولى في صحيفة عالمية عربية عالمية صحيح الحديث عن هذه القضية، حتى أنه في قنوات يعني ياسر يعني حتى أنه في قنوات يعني عربية معروفة مرموقة كالجزيرة وغيرها يعني كان الخبر الأول في النشرة في الأيام الماضية النقب، وبالتالي هذا له علاقة يمكن خلينا نقول بالسياسة التحريرية، وله علاقة بأهمية الخبر من الخبر الأول من الخبر الثاني، بما أنه النقب الخبر الأول هذا له دلالاته وتداعياته ما بعده. ياسر العقبي تفضل ياسر. ويعني باختصار يعني شديد أنا سأقول ألخص القضية في شيء واحد. أنا طلبت من خلال يعني زملاء الصحفيين في الداخل توحيد المصطلحات. توحيد المصطلحات مهم جدا بالنسبة لنا، يعني حتى اسم القرية يجب أن يكون على الخارطة. ليس قرية عشيرة، ليس عرب الأطرش، ليس عرب العقبي مثلا أو أي عرب أخرى أو الأعسم أو إلى آخره، ولكننا علينا أن ننادي القرى بأسمائها التاريخية. قرية سعوة هي قرية معروفة تاريخيا، حاولت المؤسسة الإسرائيلية أن تحول هذا الاسم إلى مولدا الاسم العبري القديم جدا لهذه المنطقة، ولكن الأهل في النقب وهذا مهم جدا طالبوا ونجحوا في تغيير اسم مولدا إلى سعوة، والسعوة يجب أن تكون على الخارطة كما هي على الخارطة كل قرانا مسلوبة الاعتراف في النقب. نعم شكرا لك ياسر العقبي الزميل الصحفي مراسل صحيفة كل العرب من الداخل فلسطين، أشكرك على كل ما تفضلت به ياسر، يسعد صباحك، يعطيك الصحة والعافية. نحن في خضم المتابعة لهذا الموضوع المهم نذكر إلى أنه أكثر من 132 معتقل تم اعتقالهم، نذكر كذلك الأمر أيضا إلى أنه لا زالت الاحتجاجات مستمرة ومتواصلة، نذكر إلى أنه لا زالت هنالك معركة تدور رحاها ما بين المحامين العرب والشرطة والقضاء من أجل الإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم، والحديث كذلك أيضا عن يعني جملة احتجاجات تعرضوا لها الأهالي في النقب خلال الفترة الماضية. الآن متابعينا الكرام ننتقل للحديث مع السيد جمعة الزبارقة مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. أستاذ جمعة عبر صوت النقب وإذاعات ووكالات شريكة أرحب بك، صباح الخير. صباح الخير لك وللمستمعين. أهلا بك، يعني كنا نتحدث مع ضيوفنا عن شكل المرحلة القادم ما بعد الأحداث التي حدثت خلال الثلاث أربع أيام الماضية. هل نستطيع القول اليوم أستاذ جمعة أن النقب ما قبل الأحداث الأخيرة ليس كما بعده؟ لا بكل تأكيد. نعم النقب عزيزي الكريم، نحن نتحدث عن قضية مصيرية، وشباب النقب على ما يبدو قرروا أنه لا محال، يعني هذا مستقبلهم، هذه أرضهم، هذا ما تبقى لهم من النقب، أقل من 5% من أراضي النقب، وهو الحيز الوحيد الذي بالإمكان أن تتطور به، والحيز الوحيد اللي بإمكان أن نعيش به بكرامة. يعني ما يقارب 95% من أراضي النقب اللي هي نصف فلسطين التاريخية الدولة وضعت يدها عليها، 95% يعني من 12 مليون دونم
النقب فيه أراضي 12 مليون دونم نصف فلسطين التاريخية. نعم. وكل الصراع وكل الملاحقات وكل الهدم وكل الجهات في حقنا كمواطنين أصليين في هذه البلاد تجري على هذه المساحة، يعني على أقل من 5% من أراضي النقب. نعم طيب. من ناحية ثانية، على ما يبدو أنه السلطة يعني أو السلطة والحكومة قررت أن تحسم قضية الأرض في النقب، يعني الصراع على الأرض هو كان دائما يعني على فكرة، ولكن في المدة الأخيرة وفي الحكومات الأخيرة أصبحت يعني كل الحكومات سيئة على فكرة يعني، ولكن الحكومة الأخيرة اللي هي أقل من عام، هاي الحكومة يعني تتنافس وتتبارز بينها الائتلاف والحكومة من يكون أسوأ على أهالي النقب، ومن يكون يعني كل يريد أن يثبت أكثر صهيونية من الآخر على ظهورنا. نعم طيب أستاذ جمعة، يعني في إطار هذه المعطيات، في إطار هذا الشرح اللي ذكرته حضرتك، ألا تعتقد اليوم بأنه كان بالإمكان يكون في ضغط أكثر من المستوى الرسمي في النقب؟ يعني عشان نكون كمان صريحين وواضحين أكثر في حديثنا، خلينا نحكي القائمة الموحدة والقائمة المشتركة. القائمة الموحدة اليوم هي يعني جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي في إسرائيل. في اعتقادك يعني ما الذي يمكن تقديمه من الموحدة في هذا الإطار؟ هل ما قدم كاف في إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه الهجمة كانت شرسي يعني خلال 3-4 أيام الماضية؟ يا أخي ربما يعني أنت يعني تتحدث عن الجانب السياسي والضغط السياسي، هنالك يعني قائمة، أنا لا أعتقد يعني قائمة موجودة في الائتلاف الحكومي قائمة عربية، هنالك أخوة توجهوا لهم، أنا لم أتوجه لهم. أنا أتحدث إليك كمركز لجنة شعبية تضم كل الأحزاب، لجنة شعبية نضالية التي كونت في 2011 من أجل إسقاط مخطط بغبر واستطاعت أن تعمل ذلك، ونحن يعني الجانب التفاوضي والسياسي نحن لسنا هناك، ونحن لسنا يعني ربما يتفاوضون ربما يتحدثون ربما يعني، ولكن نحن لسنا هناك. نحن لجنة شعبية أفرزت من الأحزاب السياسية ومن الشارع من أجل النضال على الأرض. هذا وظيفتنا، يعني هذا نحن لا ندخل في ما يقوم به السياسيين. نعم. ولكن هنالك بعض الأخوة من توجهوا إلى القائمة المشتركة طبعا كشريك في الائتلاف الحكومي، ولا أعلم يعني ولا لي علم، يعني لا يوجد لدي علم بما يجري، هل توصلوا إلى تفاهمات ربما أو لا، ولكن نحن نتحدث عن قضية مصيرية أكبر بكثير من الأحزاب وأكبر بكثير من التيارات السياسية ومن الهيئات. يعني هنا قضية كما أسلفت وقلت لك أنها قضية مصير. نعم أمور واضحة. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمعة زبارقة ضيفنا عبر الخط الهاتفي، طبعا مركز. شكرا لك وللمستمعين. نعم تحياتنا لك، أهلا فيك، مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أشكرك. طبعا نذكر بالدعوة متابعين الكرام، وصلت دعوة للاجتماع الموسع الذي سيعقد في قرية السويوين هذا اليوم الساعة 3 في ديوان شق خالد الأصلع رئيس اللجنة المحلية، والدعوة عامة. مرة أخرى نذكر أيضا إلى أن وصلتنا قبل قليل هذه الدعوة، دعوة لانعقاد اجتماع موسع سيعقد في قرية إسويوين هذا اليوم طبعا الساعة 3 في ديوان شق خالد الأصلع رئيس اللجنة المحلية، والدعوة عامة للجميع، وذلك للتباحث في أحداث النقب الأخيرة. لازلنا نتابع وعلى الهواء مباشرة. أرحب بالإذاعات الشريكة معنا في هذا البث المباشر، إذاعة علم فلسطين جامعة الخليل، أهلا ومرحبا بهم معنا في هذا البث، وكالة جي ميديا، قدس لايف، إذاعة اليمامة، إذاعة بيت لحم 2000 من بيت لحم، إذاعة وشبكة عروبة، إذاعة وشبكة الخليل، إذاعة حياة من نابلس، نساء اف ام رام الله، منبر القدس، إذاعة نغم قلقيلية، صفحة مدينة دورة سيتي، صفحة دورة أجمل، صفحة بروفايل ميديا، وكل أيضا الجهات الإعلامية الشريكة. هذه الموجة الخاصة تأتيكم أيضا برعاية وزارة الإعلام الفلسطينية التي من خلالها بالتأكيد تم الترتيب والإعداد لهذه الموجة التي نخصصها للحديث عن طبعا ما يجري في النقب.
الشعار يا دار الأوفى دار. طيب الآن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور عواد أبو فريح بن قرية العراقيب. دكتور عواد برحب بحضرتك، صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير أخي، صباح الخير لكل المستمعين. نعم طيب دكتور، يعني إحنا بحاجة إلى معلومات أكثر الحقيقة عن النقب، حدثنا عن أعداد البيوت التي تهدم، حدثنا عن مصادرة الأراضي، حدثنا عن تاريخ النقب، عن التضييق على الناس في القرى الغير المعترف بها، عن موضوع الكهرباء، عن المياه، والعراقيب نموذج لذلك. تفضل دكتور. حياكم الله. طبعا في كثير من المعلومات اللي كانت قبل خلينا نقول يعني 20-30 سنة مش معروفة عن النقب، يعني ما كان هناك كتب أو بحوث اللي أعطتنا الصورة بشكل واضح عن النقب. يعني هناك أكثر من حديث، ولكن بشكل عام حنتحدث عن مجموعة سكانية فلسطينية تسكن النقب، أي مجموعة سكانية فلسطينية كانت في الضفة أو غزة حوصرت في 48 عند قيام الدولة لما أغلقت الحدود بين الضفة وغزة، وتم في سنة النكبة كان تقريبا 100,000 عربي في النقب. بعد 48 بقي 10,000، كل 90,000 عربي تم تهجيرهم أكثرهم إلى الأردن. اليوم في الأردن فيما يقارب 1,000,000 سبعاوي، من 800,000 إلى 1,000,000 سبعاوي اللي بيتم حالهم سبعوية، يعني من أصل ديرة غير السبع. قسم طبعا في غزة وقسم شمل لا شمال، واللي بقوا 10,000 واحد في النقب. مع الوقت طبعا وصلنا اليوم لا ما يقارب 300,000 نسمة موجودين في النقب. تم تقليص عرب النقب في سنوات 48 لعند سنوات 52-53، طبعا الحكم العسكري استمر لعند 66 في منطقة اسمها السياج، منطقة السياج أو السيج أو المنطقة المغلقة أو المنطقة العسكرية اللي كانت مثلث بين عراد وديمونة وبئر السبع. تم تركيز كل عرب النقب في هذه المنطقة اللي هي تعد صحراوية غير خصبة. بعد تفريغ النقب الغربي اللي هو اليوم، اللي هو اليوم جنب غزة، ميكيفوت وستيروت اللي بيسموها وفقيم، هاي مناطق كان يسكنها العرب، قسم منهم طبعا هاجر لغزة وقسم ضل. تفريغ النقب الغربي لأنه النقب الغربي نقب خصب، ما لم يبقى في أي عربي أي بدوي لا من لا زمان ولا اليوم. نعم. وقاموا فيه المستوطنات المشابين والكيبوتسات. النقب الشمالي بقي فيه عرب الهزيل وما حول عرب الهزيل اللي هي العراقيب. طبعا العراقيب تعد في النقب الشمالي، ولأن العراقيب تعد في النقب الشمالي كان عليها العين بشكل خاص لأنها أرض خصبة، وهي القرية الغير معترف فيها. طبعا فيه أم النيل حول رهط وقيمة رهط. ثم كان شارع 40 اللي بيقطع يعني بيقطع اليوم البلاد من الشمال إلى الجنوب، خط 40 في قرار حكومي في وقت برافر لما صار كانت خطة برافر المشهورة، كان في قرار إنه إحنا غلطنا، يعني الحكومة بتقول إحنا غلطنا، ممنوع يقام أي بلد عربي أو قرية عربية غربي خط 40 إلا التي أقيمت الآن، والتي أقيمت الآن اللي هي رهط وترابين الصانع وبير هداج. يعني هذول الثلاث قرى اللي هي غربي خط 40. طبعا اليوم تم الاعتراف بعبدة اللي هي غربي خط 40 كمان، وقالوا قرار انه ممنوع لازم ركن السكان في شرقي خط 40. الان من وقتها لحد الان انقسم النقب لعدة مجموعات. المجموعة اللي احنا بنسميها من ناحية قانونية لازم الناس تعرف اهم شيء، مش الحديث بس قديش في عدد قديش في ناس في النقب، هم يعرفوا اصول الامور، في الامور اصول. يعني مثلا بيقولوا اليوم في قرى غير معترف فيها وفي قرى معترف فيها، هذا انا حسب رايي في اجحاف المصطلحات. ما في قرى معترف فيها، القرى رهط، هل رهط في قريه معترف فيها؟ لا، رهط قريه مقامه حسب خطه تجميع العرب النقب اللي كانت في سنوات السبعين. يعني لازم نقول قرى مقامه زي رهط وتل السبع وحوره وكل السبعه، هذول قرى اقامتهم الدوله على اراضي معينه وسمحت للناس في البدايه بشراء القسمه شو اسمه هذا يسمون الدولمات القسيمه، ويبنوا بيتهم ابن بيتك بنفسك. نعم. هذول السبعه بعدين اعترفوا ب 11 قريه اللي هن زي مثلا ام بطين وبير هداش والى اخره، اللي اعترفوا فيهن لم يتغير عليهم اي شيء. نعم. واستمر طبعا هذا ال 50,000 موجودين في القرى الغير معترف فيها تقريبا، و50% قصدي، و50%
50% دخلوا هاي السبع قرى. طبعا الان احنا بنحكي على من ناحيه قانونيه في امر مهم جدا لازم الناس تعرفه اللي هو اسمه انت بالعبراني بسموه بار رشود. ايش يعني بار رشود؟ يعني يحق لك ان تكون هناك. كيف يعني يحق لك ان تكون هناك؟ هل انت غازي والدوله سمتنا حسب قوانين الكنيست من 10 سنين ولجاي تقريبا اطلعت اكم من برنامج قانون خاص لعرب النقب خاص للبدو اللي هو مثلا قانون الغزاة بشكل عام او قانون الغزاة الجداد الاثري اللي بسموه الاثري هذا اللي بسموه قانون الغزاة الجديد. ايش معنى قانون الغزاة؟ ان عرب النقب عرفوا بانه غزاة كل واحد ساكن برا السبع قرى عرف بانه غازي. كيف يعني غازي؟ يعني موجود على ارض الدوله وكان الارض اللي هو موجود عليها ارض الدوله. ولكن حسب القانون الحقيقي العثماني وحتى القانون الاسرائيلي في بدايه تكويناته هذول العرب الموجودين في القرى الغير معترفية هم نوعين. نوعين ايش يعني نوعين؟ نوع اللي كان على ارضه من قبل كفتيف انت بتسميه غازي او نوع اللي تم تهجيره من ارض ثانيه الى هذه الارض بالقوه العسكريه. يعني انت العسكر والجيش نقل الناس من العراقيب ووضعهم مثلا جنب حوره اللي هم مثلا عائله العقبي مثال. عائله العقبي يروح شبه بالقوه من العراقيب الى المخيم اللاجئين الموجود اليوم جنب حوره. هل عائله العقبي الموجودين على اراضي ابو كف او على اراضي العثمان او على اراضي النباري هل عائله العقبي غزاة؟ لا يا عمي، عائله العقبي نقلوا بالقوه من العراقيب لعند من محلهم. اذا هم يسموا حسب القانون حتى القانون الاسرائيلي يسموا بار رشوت، يعني يحق لهم الوجود هناك لانهم اجبروا على الرحيل الى هناك. طيب دكتور، لذلك نحن نعم دكتور كنت سأسأل أنا، يعني أنت تتحدث في معطيات جدا مهمة الحقيقة والوقت يداهمنا، كان بودنا أن نسمع أكثر لك لأنك تتحدث عن التاريخ للنقب. الهجمة التي يتعرض لها النقب الآن الواضح من خلال حديثك أن أحد أبرز أهدافها ضرب المنطقة في عمق تاريخها، سلخ الأهل والسكان عن تاريخهم الأصلي الذي تتحدث عنه حضرتك. كيف في اعتقادك كباحث في هذا الإطار أن نعمل جاهدين من أجل بالفعل تبني الرواية التاريخية الفلسطينية الحقيقية للمنطقة؟ أولا في هناك يعني توثيقات اللي بتتم الآن، وإحنا عندنا في العراقيل هناك توثيقات تمت بشكل علمي وعلى مستوى عالي اللي بنسميه نحن اليوم اللي قدمها بسموه قضية قانونية تاريخية حقيقية، زي مثلا بروفيسور قادر القاضي كتب كتيب من أجل العراقيب وسننشره في المستقبل اللي بيثبت بكل وضوح إن أهل النقب كانوا هنا وسيظلون هنا ولهم جذور عميقة جدا في النقب تمتد إلى آلاف السنين. هناك أيضا باحثين أخر مثل دكتور منصور الصافر، دكاترة آخرين اليوم وصفوا الأمر. روايتنا يجب أن نتحدث الآن، وأنا بنصح أهلي في النقب نتحدث عن روايتنا الحقيقية. روايتنا الحقيقية هي ليس بنية تحتية وليس اعتراف بالقرى فقط، نحن نعترف بالقرى، قرانا موجودة على أرضنا ويجب أن تبقى على أرضنا، ونحن نتحدث عن روايتنا الفلسطينية المنتمية لهذه البلاد. جميل. لا يستطيعون أن يسموننا غزاة يا أخي منتصر وانا او يسموننا نسيطر على النقب بالكذب زي بدش مثلا بكل الطيار هذا رئيس بلديه عامر المشهور بكبريته وحقده على عرب النقب اني بقول انا عندي طياره وبصير في النقب، وهو بنفسه بيحكي ان في النقب 2500 مجمع سكاني عربي. نعم. هو بيقول في 2500 مجمع سكاني عربي وانا بقول له يا عمي تعال عندي مرهد مساحه شبال كيبوتس شبال جنب رهط اللي هو يعد مئات الاشخاص فقط عنده مساحه ارض اكبر من رهط. نعم. اي كيبوتس اي مشام موجود في النقب عنده مساحه ارض اكثر من اي بلد او من كل البلدان العربيه الموجوده الان. 12 مليون دونم في النقب. نعم. ثانيه واحده اخي، 12 مليون دونم في النقب، من 12 مليون دونم في النقب الان اللي احنا بنحكي عنهم احنا لا كنا في الاصل نزرع 3 مليون في 48 كنا نزرع 3 مليون دونم زراعي، اليوم النقباوي لا يستطيع ان يزرع اي دونم بشكل قانوني، احنا محرومون. نعم. من الزراعه في حين جيراننا اليهود عندهم ميه وعندهم بنيه والى اخره،
نحن نتحدث عن يحاربوننا في أحلامنا، لا يحاربوننا فقط في الاعتراف أو عدم الاعتراف. نعم. يعني هذا الشجر الذي يزرع الآن، هذا الشجر أنا بسميه قطع أحلام وتيئيس الناس واستنزاف الرأي واستنزاف الفكر واستنزاف الحلم العربي الفلسطيني في النقب، وليس فقط الاستيلاء على الأرض، وإنما إن حرمان العربي منه أن يحلم في يوم من الأيام يتحول إلى ريفي زراعي على أرضه الحقيقية. يعني بنقول هذه الأرض اللي تحولت إلى حرش تظل حرش أو يستعملها اليهودي فقط، لأن الجانب الجانب كيامة هي جسم عنصري يهودي يحول الأرض من ملكية عربية إلى ملكية يهودية أبدية. دكتور، يعني أنت الحقيقة فتحت شهيتي للنقاش والحديث أكثر، الوقت يدهمنا، أعدك أن تكون معنا إن شاء الله في لقاءات قادمة لنستكمل هذا الحديث، وأنا سعيد جدا بلقائك. شكرا جزيلا دكتور عواد أبو فريح من ابن العراقيب، شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك، يعطيك الصحة والعافية. بدي أنوه إلى أنه اليوم هنالك كتاب للدكتور منصور النصاصرة، اسمه هذا الكتاب بدو النقب وبئر السبع، 100 عام من السياسة والنضال، وهذا الكتاب مترجم باللغة الإنجليزية كمان. يمكن هذا الكتاب الوحيد اللي خلينا نقول بروي الرواية التاريخية الدقيقة الشامل الكامل للنقب، اللي بحب يستزيد أكثر في هذا المجال. كمان مرة، كتاب اسمه بدو النقب وبئر السبع، دكتور منصور النصاصرة، 100 عام من السياسة والنضال، وهو مترجم للغة الإنجليزية. أيضا لمن يرغب بالحصول على هذا الكتاب يبحث عنه. فلسطين كرمالك بنقال. أهم الأمور اللي تابعناها خلال الأيام الماضية موضوع الاعتقالات اللي صارت. احنا بنتحدث عن أكثر من 132 معتقل، واللافت للانتباه في موضوع الاعتقالات كان في عنا اعتقالات لأطفال قصر، كان في عنا اعتقال لفتيات كذلك الأمر، جزء من هؤلاء أفرج عنهم، جزء آخر هنالك معركة قضائية لا تزال مستمرة ومتواصلة ما بين المحامين العرب والشرطة والقضاء الإسرائيلي للإفراج عن هؤلاء. هذا كله سنتحدث عنه بعد قليل خلال الحديث مع المحامي شحدة بن بري، الذي يتابع عدد من قضايا المعتقلين على إثر الأحداث الأخيرة في النقب. يا أرض الحرة لارويك بدمي وابني عترابك بيت وديواني واحكي عن فارس هالصبي الأسمار وعن هالغوالي وربع وجيراني. ويا إذن لازلنا نتابع وعلى الهواء مباشرة. أذكر بالطبع إذاعات والوكالات الشريكة معنا في هذا البث، وكالة جي ميديا، قدس لايف، إذاعة اليمامة من الخليل، إذاعة علم فلسطين جامعة الخليل، إذاعة بيت لحم 2000، إذاعة وشبكة عروبة، إذاعة وشبكة الخليل، إذاعة حياة من نابلس، نسائف إم من رمالله، منبر القدس من الخليل، إذاعة نغم من قلقيلية، صفحة مدينة دورا سيتي، صفحة دورا أجمل، صفحة بروفايل ميديا، وغيرها بالتأكيد من الصفحات والإذاعات والوكالات التي تشارك معنا في هذه الموجة. وهذا أقل الواجب الذي من الممكن أن نقدمه تجاه أهلنا في النقب، على الأقل أن نرفع صوتهم عاليا، أن نسلط الضوء أكثر على القضايا الأبرز والأهم، أن نعرج على التاريخ العربي الفلسطيني البدوي الأصيل للمنطقة، وأن على الأقل نبين حقيقة ما يجري في النقب في سياسة باتت معالمها واضحة، في سياسة باتت بالتأكيد أهدافها واضحة للجميع، ولا زالت الهجمة مستمرة ومتواصلة بحق أهلنا في النقب. عمود البيت اشتد شد رواق البيت وقوم لا ما نترك هذه الأرض حكم الظالم لا ما يدوم. هذه الموجة تأتيكم برعاية وزارة الإعلام الفلسطينية، وأنا بدي الحقيقة أشكر كل مؤسسة إعلامية وكل إذاعة وكل وكالة أنباء وافقت إنها تشارك معنا في هذا البث اللي كان بمبادرة من إذاعة صوت النقب وبالتعاون والترتيب مع الإخوة في وزارة الإعلام.
الشكر لكل مؤسسة ووسيلة إعلامية لا تنظر إلا للهم الوطني. عند الحديث عن موجة مفتوحة هنا أو عمل وطني هناك، الهم فقط وطني، لا يكون اعتبار لأي مسألة أو أي قضية أخرى. الحقيقة أننا نشكر كل مؤسسة إعلامية وكل وسيلة إعلام شاركت معنا في هذه الموجة التي خصصت، ولازلنا نتابع بالتأكيد حيثياتها وأحداثها، التي خصصت لمتابعة أحداث النقب الأخيرة. وأعتقد أنه اليوم مهم أن نسلط الضوء أكثر على القضايا. موضوع مهم كما ذكرت، المعتقلين، موضوع جدا مهم أن نتابعه مع بالتأكيد المحامي اللي ينضم إلينا في هذه اللحظات، المحامي شحدة بن بري. طبعا هو محامي متابع لعدد من قضايا المعتقلين. سيد شحدة، عبر صوت النقب وإذاعات ووكالات شريكة، أرحب بك، صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المستمعين. يعني ملفت للانتباه هذه المرة أطفال قصر، فتيات تم اعتقالهم، العدد كذلك الأمر 132 معتقل. كيف يعني كمحامي تبعتم كل ما جرى؟ ليس مفاجئا، لأن ما حدث قبيل هذه الاعتقالات من تحريض في أوساط اليمين وضغط كثيف على الشرطة بأن تعيد السيطرة على النقب كما يدعون، وتحت وابل من الشعارات التي تحرض الشرطة على قمع عرض النقب، سواء في بالنسبة للسياق أو هنا وهناك أو دخولهم إلى مناطق البيك، وكانت محاولة لشيطنة عرض النقب قد يعني سبقت كل هذه الأمور. ثم أتت الشعارات السياسية من قبل الليكود بأن الدولة خسرت النقب، وأنهم فقدوا السلطة بالنقب، وأنه لا توجد سلطة، وأن من يسيطر على النقب هم البدو. لذلك كل هذا التحريض الذي سبقت عمليا زج بالشرطة لإعادة مكانتها في الأوساط اليهودية حسب الشارع. لذلك قامت بأكثر من عملية تظاهرية واستعراضية في عرب النقب، مثل إلزام طائرة على بيوت أبو سبيل، مثل محاولات قمع وام. كل هذه الحركات التي قامت بها الشرطة هي كانت تحت ضغط إعلامي كثيف أن تقوم وتأخذ مكانتها وإلى آخره. الآن الشبان هم يقومون بعمل طبيعي وعادي كما في كل حراك، فلهم مكانتهم ومكانهم، وهم في صدارة هذه التظاهرات والاحتجاجات، وهذا أمر طبيعي وصحي بأن يقوم أبناء شعبنا بالنضال والدفاع والثود عن الأرض والبيت والمسكن. كذلك النساء أخذت دورها الطبيعي، لأن البيت والبيت هو أكبر حيز، يعني هي ممكن أن تدافع عنه الأم وصاحبة البيت وصاحبة الأهل الأولاد. لذلك ليس بالغريب أن تدافع أيضا الأم عن البيت وعن المسكن وعن الأرض. ولذلك قامت هذه الشرطة تحت كل هذه التأثيرات، يعني الخارجية والخارجة على النص، عمليا بالبطش بالمتظاهرين واعتقال هؤلاء الفتية والفتيات وجلبهم واقتيادهم إلى الشرطة ولاحقا إلى المحكمة وهكذا. نعم. طيب في 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 المحاكم هنالك معركة حامية الوطيس تدور الآن ما بين المحامين العرب، الشرطة والقضاء الإسرائيلي. 132 معتقل، عن كم واحد تم الإفراج؟ كم واحد ظل معتقل حتى اللحظة؟ شو التهم الموجهة لهم؟ حتى الآن لا توجد تهم. الحديث يدور عن اعتقال مشبوهين قيد التحقيق، لاحقا سيتم تقديم لوائح الاتهام، ولكن الحديث الآن هو ليس حول التهم وإنما حول شبهات. وبالنسبة للشبهات هم يقولون بأن هنالك شبهات بأنهم قاموا بإلقاء الحجارة والاعتداء على الشرطة وعرقلة مسيرة الشرطة وهكذا. من كما تعلمون هذه هي سلة الاتهامات التي تقوم الشرطة دائما أن بإلحاقها أو تنسبها إلى أبناء شعبنا من الشبان والشابات.
نعم طيب يعني من لا زالوا رهن الاعتقال حتى اللحظه بكثار ولا يعني بنحكي عن عدد؟ طبعا 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 كثير جدا، لذلك يعني عشرات، نحن نتحدث عن عشرات من المعتقلين. يعني عمليا المحاكم اليوم قامت بتصنيفهم، اولا الفديه بشكل عام يقومون باطلاق سراح، نعم، ولكن بالنسبه للبالغين فوق 18 حتى السيدات يقومون بقائم داخل المعتقل. ونحن الآن بصدد استمرار المرافعة ضد البالغين، يعني انتهى دورنا تقريبا مع القاصرين، مش كل القاصرين روحوا يعني وبقي الكثير منهم، ولكن بالنسبة للبالغين هم سيستمر تمديد اعتقالهم من فترة إلى فترة وأيام وربما لاحقا حتى نهاية الإجراءات. طب في لا نعلم ماذا سيحدث لاحقا. نعم تمام. في شابين قاصرين من أبو عنزة تم الإفراج عنهم وخرجوا وأعادتهم الشرطة من 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 منازلهم، كيف تبعتم ذلك؟ أيضا أسأل عن نوال أبو كف التي تم سحلها بدون سبب وتمديد توقيفها، وهي المعتقلة الوحيدة طبعا من بين المتظاهرين النساء. تفضل. بالنسبة للشبان الذين تم تحريرهم وإعادتهم إلى المحكمة، هي عملية معروفة وظاهرة عادية في عندما تقوم النيابة بالاستئناف بالاستئناف على إطلاق السراح. أي أحيانا القاضي عندما يخلي سراح فرد معين من السجن تطلب النيابة أن يبقى قيد المعد اعتقال إلى حين يتم البت في الاستئناف. وأحيانا يرفض القاضي أن يبقي على من أطلق سراحه في السجن إلى حين الاستئناف، ويقول لهم سأطلق سراحه وعندما يأتي وقت الاستئناف سيعود وليتم تداول الجلسة وهو طليق. وهذا ما حدث بالنسبة لأبو عنزة، وهذا ما حدث بالنسبة لمن كمان كان من الأطرش أيضا شابة وأكثر من إنسان، تمت إعادتهم والاستماع إلى الاستئناف وهم طليقين. هذا العمل هو الصحيح يعني. لا يعني غير منطقي أن تبقي على الإنسان الذي تم الإفراج عنه إلى حين أن يتم النظر في الاستئناف. ربما الاستئناف سيستغرق يومين أو ثلاثة، لماذا يبقى في السجن؟ فلذلك نحن طالبنا بذلك، بأن يطلق سراح من تم إطلاق سراحه، وعندما يأتي وقت الاستئناف سيعود، لن يهرب. وهذا ما تم. نعم. بالنسبة لتلك الشابة نوال أبو كف، نعم أبو كف، نوال أبو كف، نوال أبو كف تم تمديد اعتقالها لغاية يوم الأحد. كانت هناك شبهات يقول القاضي شبهات جدية بأنها اعتدت على الشرطة، وهنالك ينظر أنها هنالك خطورة في تصرفها، وقام بتمديد اعتقالها لغاية يوم الأحد. تم الاستئناف على هذا القرار وسيتم اليوم مساء تداول الاستئناف. رغم انه في فيديو بوثق انها يعني ما عملت اي شيء، وهذا الفيديو متداول الحقيقه منذ لفحه اعتقالها، هل هذا سيخدمها في اعتقادك في المحكمه؟ ممكن جدا، ممكن جدا. انا يعني صراحه ساشير الى زميلي الذي اتى من اقصى الشمال من مجد الكروم للدفاع عن هذه السيده، وهو سيأتي اليوم وسيعود من مجد الكروم الى بئر السابع فقط لسماع الاستئناف وتداول الاستئناف من أجل إطلاق سراح هذه الشابة. نعم، أنا سعيد جدا بلقائك محامي شحدي بن بر، شكرا جزيلا لحضرتك على كل ما تفضلت فيه، يعطيك العافية. شكرا، يعطيك العافية. مع السلامة. بحديثنا مع المحامي شحده بنكون متابعين الكرام وصلنا لختام هاي الموجة الخاصة اللي سلطنا الضوء فيها أكثر حول أبرز وأهم الأحداث الجارية في النقب الحبيب، وتابعنا الأمر من أكثر من زاوية وفي أكثر من جانب. إن شاء الله أنه على الأقل وفقنا في أنه إحنا يعني على الأقل نقلنا الصورة الحقيقية للمشهد اللي عماله بصير في النقب بكل تفاصيله وبكل حيثياته. الحقيقة الشكر
في ختام هذه الموجة للزميلة صابرين الأعسم رئيسة التحرير في الإذاعة اللي كانت معانا في المتابعة والتنسيق والترتيب مع ضيوفنا، فكل الشكر والتقدير لزميلتنا صابرين. الشكر للزميل نادر مقبول أبو تامر كان معي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي والمتابعة. شكر لإسراء حربات، بشرى أبو زريع، ساجد صويته، عثمان اسكافي، بهاء النجار، يوسف نصار، كل زملائنا اللي كانوا معنا، حسين أبو كف ابن النقب الحبيب اللي يعني هو في المقدم وفي الريادة في المتابعة لهذه القضايا، شكرا جزيلا لإله. الشكر الحقيقة أيضا للزميل أو لكل زملائنا اللي شاركونا بهاي الموجة، وكالة جي ميديا، قدس لايف، إذاعة اليمامة، بيت لحم 2000، علم فلسطين، جامعة الخليل، إذاعة شبكة عروبة، إذاعة شبكة الخليل، إذاعة حياة من نابلس، نساء FM، رام الله، منبر القدس، إذاعة نغم من قلقيليا، صفحة مدينة دورة سيتي، صفحة دورة أجمل، وكل الصفحات التي شاركت. الشكر كذلك أيضا لضيوفنا اللي كانوا معانا بالتأكيد في حلقة اليوم. الشكر أولا وأخيرا أيضا لقائد هذا المركب الزميل سالم الأعسم مدير الإذاعة أيضا الذي يتابع أولا بأول كل القضايا. تقبلوا تحياتي في ختام هذه الموجة، منتصر نصار محدثكم ومعد ومقدم هذه الموجة، على أمل أن نلتقي إن شاء الله، وقد كانت وتكون إن شاء الله أمور النقب وأمور أبناء شعبنا أفضل. إلى اللقاء. حكم الظالم لا ميتون، في عمود البيت اشتد، شد رواق البيت وقوم، لا ما نترك هذه الأرض، حكم الظالم لا ميتون. اشتد 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 اشتد، يبوي النقب يعرفنا رجال، ما نقبل بالدانية، ما نقبل بالدانية، يبا منا الفارس والخيال، خيال المعناقية، خيال المعناقية، يبا والناقب يعرفنا رجال، ما نقبل بالدانية، ما نقبل بالدانية، يبا منا الفارس والخيال، خيال المعناقية، خيال المعناقية. بالصمود صخور جبال أهل النخوة العربية، بالصمود صخور جبال أهل النخوة العربية، كل طفل منا يا بلاد بوسم العز موسو، يعود البيت اشتد، شد رواق البيت وقوم، لا ما نترك هذه الأرض، حكم الظالم لا ما يدوم. القدس يا الحبيب، لنا قبعة روحنا، لنا قبعة روحنا، تشهد أرض العراقيب جمل المحامي الحنا، جمل المحامي الحنا، تراب القدس يا الحبيب، لنا قبعة روحنا، لنا قبعة روحنا، تشهد أرض العراقيب جمل المحامي الحنا، والله ما نقدر نغيب ساعة عنك موطننا، والله ما نقدر نغيب ساعة عنك موطننا، موتنا عسل المحتل بنشرب شيح وقيسو، يعود البيت اشتد، شد رواق البيت وقوم، لا ما نترك هذه الأرض، حكم الظالم لا ما يدوم. قبل وهدوا البيت كل نوبة لرجع وابني، كل نوبة لرجع وابني، يشهد الله ما زليت بيتي، والله ما خلي بيتي، والله ما خلي، ينا قبل وهدوا البيت كل نوبة لرجع وابني، كل نوبة لرجع وابني، يشهد الله ما زليت بيتي، والله ما خلي بيتي، والله ما خلي، باقي مطرح ما تربي حقي ما نفرط فيه، باقي مطرح ما تربي حقي ما نفرط فيه.
في عمود البيت شد رواق البيت وقوم يا عمود البيت اشتد شد رواق البيت وقوم لا ما نتركها للغرب حكم الظالم لا ما يدوم لا ما لأنكم أهلنا ولأن جرحنا واحد فلسطيني النفس عربي الهوية راديو صوت النقب صوت أبناء عرب 48 101 FM 101 FM لاقوها 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 شدوا الرحال أيام السابع شدوها 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 إلى عروس الوادي والنقب لاقوها 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 إلى عروس السنابل سيداتي وسادتي أسعد الله صباحكم في هذا اللقاء الحواري المتجدد النقب في أسبوع مجلوة في الأصايل على مني أنا حسين أبو كف في الإعداد والأخت إسراء حربات في الهندسة الإذاعية نلتقي بكم ننقل هممكم ونستمع إلى شكواكم نلتقي مع المسؤولين وأصحاب الشأن والبسطاء نلتقي مع الصامدين فوق أرضهم ونلتقي مع المهجرين من أرضهم ومن وطنهم سيداتي وسادتي نقدم تحية للصامدين فوق أرضهم الذين سطروا لنا ألوان العزة والكرامة والصمود بعد الغروب الذين رسموا لنا الذين رسموا لنا لوحة بألوان الثبات والصمود والتحدي هؤلاء أصحاب الإرادة والعزة والكرامة الثابتين على أرضهم كثبات الجبال الرواسي بعد الغروب تسوق النوك شبابات ضعيفة كحلة العين تصحو ومبسم الخد صبح كحلة العين تصحو ومبسم الخد صبح ووقفة القد رمح حيوها 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 بعد أن فازت الموحدة وقامت بتشكيل ائتلاف مع الحكومة ثم بعد أن وصلت إلى الكنيسة المشتركة وقامت بتشكيل ائتلاف مع المعارضة أصبح في صف القسم الأول من القائمة العربية المشتركة أصبح الليكود العنصري المتطرف في الصف الأول وأصبحت الموحدة في الصف الثاني مع حكومة الائتلاف وهي تتألف من النصف الثاني من اليمين المتطرف الذي يسير بصورة موازية مع المعارضة ولكن بدأ اليمين المتطرف بقيادة الليكود ابتكار طرق جديدة من أجل إسقاط هذه الحكومة